مرحبا، طلب مني اعمل توقع لسعد المجرد وحكيمي. رح بلش مع سعد المجرد لنشوف شو في بالطاقة عند سعد المجرد. سعد المجرد والطاقة عند، بسم الله الرحمن الرحيم، ديسبشن، حدا مكذب بالموضوع، ثقة، تعارف، كنترول، ريكونسيليشن، كوديبندنسي، ادمان واتكالية، اكسبريس يور لوف. طرف ثالث اعجاب، very soon heart to heart conversation. معقول يكون في صلحة، يصير صلحة، معقول يعمل صلحة معه، تنازل كذا، ممكن يصير في هيك. شو في لسعد المجرد بالطاقة؟ شيء جديد، صلحة او ترانسفورميشن، عم يتغير، عنده تغيير طرق وحينجح ان شاء الله، عنده شيء جديد حلو، بوزيتيف ريكوجنيشن، عنده شيء جديد حلو لصالحه سعد المجرد ان شاء الله. خلينا نشوف حكيمي الفوتبول، يعني سعد المجرد حيخرج من هذا الشيء بسهوله، ما بعرف شو بده يصير. خلينا نشوف اشرف حكيمي شو صاير معه، شو في بالطاقه لاشرف حكيمي. سبيريتشوال، عم يتعلم شيء منها هيدي الثقه، حينجح كمان، حيطلع منه مبين، trust in your ability. عنده تحديات، يبعد عن الأشخاص، درس، في تفاهمات جديدة كأنه، وحينجح كمان، حيرجع يطلع وينجح ويمشي حاله. سو ما مبين في شيء، يمشي الحال بعتقد. It's gonna be easy. مثل ما بيقولوا نكسة وبتمرق، أو شيء هيك رح يمرق. عند اثنين هيك مبين بالطاقة، والعلم عند الله. Good luck anyways. اكيد الدروس تايناتهم تعلموها، يمكن هذا الشيء درس ليتعلموه لبعدين بعدهم صغار. You never know. Okay, so good luck for both of them. اذا كانوا بريئين good luck for both، واذا كانوا مش بريئين كمان درس بدهم يتعلموه. انا I send love and peace. الله يسامحنا جميعا على كل اخطائنا. شكرا.